هيدروجين فيزيكس برينسيبلز اند ابلكيشنز. هنحاول في المحاضره ان شاء الله ندي فكره بسيطه عن ايه هي الهيدروجين فيزيكس، وبعد كده نتكلم اكستنسيفلي او بالتفصيل شويه حوالين تطبيقاتها. الناس بتهتم اكتر بالتفصيلات بالتطبيقات بتاعتها وممكن نسيب بيها ازاي يعني. بداية بعرف نفسي اللي ما يعرفنيش، اسمي هشام الأيوبي، أنا خرجت من جامعة القاهرة 87، وعملت دبلوم في بيور ساينس في سنة 90 جامعة القاهرة برضو، وبعد كده عملت ماستر بتاعتي في جيو فيزيكس في جامعة القاهرة. الدكتوراه كانت من جامعة اسمها أريزونا في أمريكا، كان تشانل سيستم ما بين أمريكا ومصر يعني، فنقعد في جزء فترة في أمريكا وجزء هنا. البوست دكتور بتاعتي عملتها في جامعة أريزونا في قسم هيدرولوجيا ووتر ريسورسز من خلال فول برايت جرانت. بعد كده اشتغلت في التدريس، بداية أدرس في جامعة ملك عبد العزيز في السعودية، وبعدين اشتغلت سينيور ريسيرش اسوشيت في جامعة اسمها لانكاستر في انجلترا، كنت بعمل تيتشنج وريسيرش فيها. وبعدين اشتغلت كونسلتنت لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية مدة سنة. بعد كده رجعت تدريس تاني في جامعة سلطان قابوس في عمان، قعدت 4 سنين تقريبا، وفاينالي رجعت مصر از بروفيسور في المركز القومي للبحوث في قسم الجيوفيزيكس. الريسيرش انترست بتاعتي اكتر بتكون في نير سيرفيس وبرضه ديب سيرفيس ابلايد جيوفيزيكس، مينلي في الهيدروجيوفيزيكس والجراوند ووتر اكتر ومينرال اكسبلوريشن. اشتغلت برضه في الانفيرومنتال وانجينيرنج جيوفيزيكس. التكنيكس اللي انا مهتم بيها اكتر في الجيوفيزيكس تكون الكتريك الكترومغنتيك جي بي ار وتكنيكس ثانيه، بس دول الاساسيين اكتر. عملت ماي اون كودز والبرامج بتاعتي في فرود انفرس موديلنج. اغلب او معظم الابلكيشنز بتاعتي افيلبل على جوجل سكولر او ريسيرش جيت او اكاديميا، ممكن يو كان داونلود اي ابحاث بتاعتي، ولو ما لقيتهاش ممكن تكونتاكت مي وانا ابعتها لك. كنت في 2017 عملت تيتشنج وريسيرش في اكتر من جامعه في العالم، درست في جامعه اريزونا في امريكا وانا بوست دكتور، درست في السعوديه في جامعه الملك عبد العزيز، ودرست في انجلترا في لانكاستر وسلطان قابوس يونيفرستي في عمان. الكورس درستها في جيوفيزيكس يعني فيري وايد، من اول الجنرال انتروداكتوري كورس لغايه ادفانسد جراديويت ليفل كورسز يعني. بعد كده تم اختياري في 2017 ان اكون ليكتشرر لجمعيه اسمها European Association of Geoscientists and Engineers، دي مقرها في اوروبا في هولندا. قمت تدريس كورس في اكثر من جامعه سواء في مصر او في افريقيا، كنت اول ليكتشرر في افريقيا ليهم. زرت عدد كبير من الجامعات في مصر ورحت نيجيريا، في زرت 3 جامعات هناك ودرست الكورس ده في الجامعات ديت. بعد كده في 2019 تم اختياري من الاس اي جي الامريكيه ان اكون الاونر ليكتشرر للميدل ايست اند افريكا. درست كورس او محاضرات اونلاين من خلال الانترنت لمنطقه الجامعات الشرق الاوسط وافريقيا. ده التايتل بتاع الكورس او المحاضره، Induced Polarization Effect in Time Domain Electromagnetic Prospecting. بالنسبه لمحاضره النهارده ان شاء الله، الاوت لاين بتاع المحاضره ان انا هتكلم حوالين ايه هي الهيدرولوجيكال بروبلم اللي احنا بنحاول نحلها. كمان دي بنحاول نستكشف الديبس والاكستنشن بتاع الجراوند ووتر، وكمان السي ووتر انتروجن غزو البحر باستخدام ديفرنت جيوفيزيكال تكنيكس. هركز في المحاضره دي اكتر حوالين الكتريك الكترومغنتيك والجي بي ار تكنيكس في عشان نوصل للهدف دوت، من خلال عرض لكيس ستاديز او كيس هيستوريز، حالات دراسيه قمت بيها بنفسي. هورش لكم ازاي عملنا الفيلد وورك وازاي عملنا انتربريتيشن بتاعت القياسات دي، وفي النهايه كونكلوجن او سامري للمحاضره. جنرالي اي جيوفيزيكال تكنيكس بيحتاج سورس، السورس ده بيحاول يبوت سام انرجي ان ذا جراوند. ممكن تكون الانرجي دي تكون خلال مثلا ميكانيكال فايبريشن زي هامر في السايزميك مثلا، او من خلال بايبروسايز، او من خلال انجكت كارنت في الارض من خلال الطرق الكهربائيه او كهرومغناطيسيه. ممكن يكون السورس دوت ارتفيشال مان ميد يعني، او يكون ناتشرال زي في حاله مثلا الجرافيتي والماجنتيك، بيكون في جرافيتيشنال فيلد او الماجنتيك فيلد، ده بيكون سورس بس ناتشرال برضه بيحط some energy into the ground. ليه بحط energy في الجراوند؟ عشان اعمل perturbation او اعمل excitation لل physical properties بتاع الارض، بحاول اغير في الفيزيكال properties بتاع الارض عشان excited، عشان تديني response، تبدا ترد تعمل لي response. response ده بقيسه من خلال receiver او sensors بيديني، بسجل فيها الداتا بتاعت earth response دوت. باخد ده دي بعد كده اعمل لها processing واعمل لها interpretation بهدف ان انا اعرف
الايرث دي ايه اللي فيها، سواء كان ناتشرال ريسورسز زي بترول زي معادن زي مياه جوفيه، او ان انا بحاول اتفادى مثلا هازارد معين زي مثلا كونتامينانس ملوثات بيئيه، او في مثلا كافيتيز حاجات ممكن تعمل فيلير لبيلدينجز. فبقى اما انا بحاول ادور على ناتشرال ريسورسز او انا اتفادى مشاكل ممكن تؤدي لوس اوف لايفز او تاثر على حياه الانسان. التكنيكس اللي بنستخدمها غالبا اشهر تكنيكس هي جرافيتي ميثود، يعني دي بتقيس فيزيكال بروبرتي اسمها الدنسيتي او الكثافه. الماجنتيك بتقيس حاجه اسمها ماجنتيك سستبيليتي او حساسيه المغناطيسيه في صخور فيها ماجنتيك بروبرتي يعني. الساوند ويفز او السايزميك ويفز دي بتقيس الفيلوسيتي بتاعه الارض، وهي علاقه لها علاقه برضه مباشره بالدنسيتي. وفي الالكتريكال الكتروماتيك ميثود بيقيسوا الكهربيه، زي ان انا الصخور اللي ممكن تمشي التيار الكهربائي في الارض زي مثلا ميه زي معادن الصخور دي. زي ما انتم شايفين كل تكنيك بيقيس سنجل فيزيكال بروبرتي، كل فيزيكال بروبرتي دي معلومات خاصه بالارض. طبعا ده مور انفورميشن اي كان جين من الارض ممكن انا اعرف اعمل بيتر انتربريتيشن. فطبعا كل ما يكون عندي اكتر من فيزيكال بروبرتي او اكتر من قياسات بتساعدني ان اعمل مور ريلايبل ومور اكيوريت انتربريتيشن لايه اللي موجود في باطن الارض. فاحنا بنحاول نفهم او نسمع الارض بتقول لنا ايه من خلال الاكسايتيشن بتاعها دوت، وبنحاول نفسر ايه اللي موجود داخل الارض. طبعا ما بشتغل فيلد ورك، الصوره الكرتونيه دي بتبين ان انا مش بشتغل في ان فريندلي او ان مش نوع يعني بيكون نويزي انفايرمنت. بيكون مثلا نويزي معنى هنا كل تكنيك من التكنيكس دي له مصادر شوشره او ازعاج نويز، يعني مثلا في السايزميك لو في حاجه بتتحرك حواليك تعمل مصدر شوشره للجيوفونز، او لو انت بتشتغل مثلا طرق كهربيه وحواليك مثلا باور لاينز او باور كيبلز ممكن تعمل نويز. فانت دايما بتحاول تتفادى السورس اوف نويز دي، او ان انت لو انت مضطر تشتغل في نويزي انفايرمنت فانت بتحاول تعمل فلترنج لها او معالجه لها لما تيجي تعمل داتا بروسيسنج. الفيزيكال بروبرتيز زي ما قلناها من شويه، ان الالكتريك ايتوماتيك ميثود جيو فيزيكال ميثود بيس فيزيكال بروبرتيز، بتكون حاله الكهربيه الكهرومغناطيسيه ما هي الريزستيفيتي او مقلوبها عكسها الكوندكتيفيتي. في حاله الماجنتيك بيس ميث ستابيليتي احنا حساسيتها، في السايزنج بيس الفيلوسيتي، جرافيتي بيس دنسيتي. دي الفيزيكال بروبرتيز. طبعا في فيزيكال بروبرتيز اخرى بس يعني اشهرها يعني انا بقيسها ومنها بقدر اعمل انتربريتيشن لايه في باطن الارض. الجيوفيزيكس مفيده في ايه؟ تاني ان الجيوفيزكس بتديني كذا تول او تارجت ريكوجنيشن تول لاي تارجت بدور عليه. مهم جدا وانا بقيس باي طريقه جيوفيزيقيه ان انا بحاول اقيس كمان الباك جراوند، يعني مثلا لو انا عندي بدور على خزان مياه جوفيه مثلا لازم اقيس اللي هو موجود في وسط عامل ازاي، الوسط حواليه مثلا مثلا لو كان صخور جافه او صخور غير مسميه زي اجنس او ميتامورفيك روس. ليه بعمل كده؟ عشان اشوف الكونتراست. دايما الجيوفيزيكس بدور على الكونتراست، مثلا بقيس لو فيرسس هاي ريزستيفيتي او كوندكتيفيتي مثلا عشان يبان التارجت ده بالنسبه للهوست او الباك جراوند اللي حواليه. مهم جدا ان اقيس سفيشنت باك جراوند او الهوست اللي موجود فيها، اقيس كميه كافيه عشان يبان الانومالس زون او المنطقه اللي فيها التارجت بدور عليه. يعني لو حبينا نعملها بطريقه لطيفه شويه، شايفين الصورتين اللي قدامكم دول، صعب ان نحدد ايه ماهيه الجسم دوت او ايه الحاجه دي من خلال الصور دي متقاسه من غير سفيشنت باك جراوند انفورميشن، حاجه انوملي مركزه قوي حوالين التارجت اللي انا عايز اشوفه. لكن لو انا قست بانف باك جراوند سفيشنت باك جراوند هعرف ان دي ضفدعه، الضفدعه دي موجوده حواليها صخور، فاقدر اميز التارجت بتاعي ده بالنسبه للباك جراوند اللي حواليه. بينما لو انا ركزت بس على الجزء دي بين جزء بس من الضفدعه او جزء من الباك جراوند بس، مش هعرف اعمل لها ريلايبل انتربريتيشن. فمهم جدا ان انا في اي تارجت بدور عليه لازم اقيس سفيشنت، فبعمل بروفايلز بتاعتي او القياسات بتاعتي انها تكون مغطيه انف باك جراوند عشان يبان الانومالس زون او المنطقه اللي فيها التارجت بدور عليه ده بطريقه واضحه زي ما شفنا الضفدعه دي بوضوح. احنا بنقيس بالفيزيكال بروبرتيز، مثلا على سبيل المثال وان اوف ذا فيزيكال بروبرتيز في الطرق الكهربائيه هي الريزستيفيتي او مقلوبها هو الكوندكتيفيتي. تعريف الريزستيفيتي هي الابيليتي اوف ايرث ماتيريال تو ريزيست الكتريكال كارنت، طبعا عكسها الكوندكتيفيتي انها بتوصل التيار الكهربي بتكوندكت التيار الكهربي. الفيزيكال بروبرتي هي الكوندكتيفيتي او الريزستيف بتاثر بالمويستشر كونتنت كميه المياه كونسنتريشن بتاع المياه نسبه الملوحه تمبريتشر البوروزيتي البرميابيلتي المينراليزيشن السيمنتيشن، كل دي فاكتورز بتاثر على قياس قيمه الريزستيفيتي.
الميزه الرئيسيه في الريستيفيتي انها لها برود اور يعني 10 اوردرز اوف ماجنتيود نسبه للصخور المختلفه، يعني لها بتتغير مع انواع الصخور المختلفه او انواع المياه المختلفه. ده بيديني فرصه ان انا اعمل ديسكريميشن او اتعرف على الصخور المختلفه. لو حبينا مثلا نركز على الميه فده السكيل اللي فوق هو السكيل بتاع الريستيفيتي، والسكيل تحت هو الكوندكتيفيتي. فنلاقي مثلا لو عندي سولت ووتر فدي فيري هايلي كوندكتيف، او عكسها لو ريستيفيتي زون يعني او لو ريستيفيتي. فلو فريش ووتر هتلاقيها يعني ليس كوندكتيف او مور ريزيست شويه، بتتحرك مثلا من 10 ل 100 اوم متر مثلا، بينما السولت ووتر بيتحرك مثلا اقل من 1 اوم متر. دخلت في السي ايس المياه متجمده زي القطب الشمالي والجنوبي تلاقي مثلا مور ريزيستيف دي قيمه اعلى. بيرمافروست ده بيكون في بلاد فيها الصخور نفسها متجمده فده بيكون قيمته عاليه شويه، الناس بتزيس مناطق فيها تجمد ولا حاجه. فالاظن في اوردر كبير في ماجنتيوز بالنسبه للريزيستيفيتي تساعدني على ديسكريميشن سواء بالنسبه لانواع الصخور المختلفه او انواع المياه المختلفه. فدي عشان كده بروبرتي مفيده، عكس ما تكون مثلا سنجل بروبرتي بتتحرك في زون قليله قوي ب 1 اوردر ولا حاجه او 2 اوردرز، فبقى صعب ان انا اميز انواع الصخور او انواع المياه المختلفه. دي اهميه كهربيه مثلا. جيوفيزيكال تكنيكس مختلفه بتستخدم الفريكونسي في الويفز اللي بتمشي داخل بطن الارض، زي في حاله السايزميك، زي في حاله الالكتريك الكترومغنيتيك، في الجي بي ار بيستخدم فريكونسي، اذا هو سنجل فريكونسي او برود باند يعني رينج اوف فريكونسيز بيشتغل بيهم. طبعا احنا عارفين الفريكوانسي بيتناسب عكسيا مع العمق، يعني the higher the frequency the lower the penetration depth يكون كل اقل، وطبعا يكون الفريكوانسي اقل بعد راح وصل لاعماق كبيره. دايما بشبه الفريكوانسي ده زي واحد بيجري، كل ما يكون بيجري بسرعه قوي يبقى بيفقد الانرجي بتاعته بسرعه، بالتالي بيمشي مسافه بيجري مسافه قصيره شويه. بينما لو بيعمل جوجينج مثلا او بيجري جري بطيء او بيمشي يقدر يقطع مسافات كبيره جدا، فبالتالي كل ما يكون لور فريكوانسي الحركه بتاعته اقل بيكون بيقدر يخش اعماق كبيره جدا، هو الويف لينث بتاعه بيكون ويف لينث كبير جدا. فعلى سبيل المثال لو حابين نتكلم عن بعض الطرق الجيوفيزيقيه، في طريقه اسمها ماجنيتوليريك ناتشرال ماجنيتوليريك، الطريقه دي بتشتغل بالملي هيرتز رينج يعني شغاله سب هيرتز رينج، فدي بتقدر توصل لاعماق من مئات لغايه الاف الكيلومترات يعني 10 ممكن 10000 كيلو، توصل لباطن مركز الارض باطن الارض، انها شغاله بفيري لو فريكونسي ولونج ويف لينث. بينما مثلا طريقه زي الريستيفيتي او انديوس بولرايزيشن تشتغل في الهيرتز رينج او الفيو هيرتز رينج، يعني يعتبر لو فريكونسي برضه، فبتسمح لها تتحرك مثلا من اول فيو مترز لغايه 1000 متر او اكثر بناء على حسب السبريد اللي انت فارد بيه الكابلات بتاعتك او الالكترودات بتاعتك، فممكن تتحرك في الرينج ده. الطرق التايم دومين الكتروماجنتيك هنتكلم عنها النهارده باستفاضه شويه، دي تشتغل في حاجه اسمها كيلو هيرتز رينج يعني 1000 هيرتز يعني كان في كيلو هيرتز رينج، دي بتشتغل مثلا من اول برضه فيو مترز لغايه هاندردز اوف متر وقد تصل الى كيلو في بطن الارض برضه. الاكستريم اللي هو الجي بي ار عملنا عليه محاضره قبل كده، بيشتغل من ميجا تو جيجا هرتز رينج، وده اعتقد ان هو فيري هاي فريكونسي، فبيشتغل الدبس بتاعه بيكون من اول فيو مترز لغايه تنز اوف مترز 10 او 20 متر. طب انا طالما هو بيوصل لعمق بسيط كده ليه بستخدم تكنيك شغال في بهاي فريكونسي لما اشتغل باللو فريكونسي؟ لا، في ميزه لما يكون شغال بهاي فريكونسي بيديني هاي ريزولوشن تفاصيل اعلى، زي ممكن تشتري هاي ديفينيشن سكرين مثلا بيديك تفاصيل عاليه، فبيديك فده بيكون مهم في بعض ابلكيشن زي الاثار او غيرها. لكن بشتغل باللو فريكوانسي بفقد الريزولوشن، فهو دايما في تريد اوف ما بين الريزولوشن فيرسس البنتريشن ديبس. لو انت عايز تبص لاعماق كبيره جدا بساكريفاي او بضحي بالريزولوشن، لو انا عايز هاي ريزولوشن فبضحي بالديبس، دايما في تريد اوف ما بين الاثنين دول. نتكلم برضه على موضوع ان في الجيوفيزيكال ميثودز لها ريجنال ولها لوكال سكيلز، يعني لها سكيلز مختلفه. ممكن ابدا اعمل قياسات من الساتلايت ليفل او من ايربورن او من درونز دلوقتي، دي بتديني صوره عامه على المنطقه، بيج بيكتشر على المنطقه، فدي بدل ما امسح المنطقه دي لو عملتها بالجراوند تاخد مني وقت كبير جدا ومجهود وتكاليف عاليه جدا، بينما الريجنال سكيل بيديني صوره عامه على المنطقه لكن ما بقدرش يخش الاعماق كبيره. بينما اللوكال سكيل يعني مثلا شغلت مثلا كهربيه او كهرومغناطيسيه او رادار او غيره، يعني بقدر ان انا اشوف بالعمق اكتر بس على مستوى لوكال، على مستوى منطقه صغيره شويه، او مثلا حفظت بير مثلا فده فيري لوكال سكيل يعني.
فهنا مهم جدا الانتجريشن بين الريجنال سكيل واللوكال سكيل، وفي وان اوف ذا كيس ستاديز هشرح لكم ازاي قدرنا نعمل دمج ما بين استفاده بين ريجنال سكيل واللوكال سكيل في القياسات بتاعتنا. فعلى سبيل المثال لو حبينا نشوف ايه المستوى السكيلز اللي ممكن الجيوفيزكس يشتغل عليها، فمثلا على مستوى البلانتس او كونتيننتس بنتكلم مثلا من 100 كيلو ل 1000 كيلو او اكتر، يعني دي بيكون السورس فيها بيكون مثلا ايرث كويك. لو عندنا ايرث كويك بيهز منطقه كبيره جدا، ممكن نحط سنسورز تقيس لي التغيرات على مستوى الكونتيننت على مستوى الايرث كلها. برضو الساتلايت لو انا مثلا عندي ساتلايت بيلف حوالين الارض، فممكن يعمل لي زي جرافيتي مثلا، في جرافيتي مثلا ساتلايت يقدر يقيس الارض كلها من خلال قياسات جرافيتيشنال. دي ده على مستوى البلانت على بعضه. يعني لو نزلنا شويه في السكيل مثلا على ريجنال سكيل مثلا من 10 كيلو لغايه مثلا 100 كيلو مثلا، فممكن ده يتمسح بطيارات، فبحط سنسورز على الطياره نفسها وبتمسح مساحه كبيره، او مثلا من خلال درونز مثلا، درون برضو ممكن يمسح مساحات كبيره، او من خلال المارين او سيبورن ميثود مركبه مثلا وبتعمل قياسات بحريه، فدي بتغطي مساحات كبيره برضو كريجنال سكيل. حابين نتكلم على اللوكال سكيل، فممكن مثلا على ماكرو سكيل مثلا من 10 مثلا من 100 متر من 10 كيلو مثلا او لغايه مثلا 10 متر، ده ممكن بالجراوند سيرفيس جيوفيزيكس، سواء كان بيمشي بنفسه معاه قياسات او بيحطه على العربيه وبيعمل قياسات، ده ممكن يغطي على الماكرو سكيل. طبعا المايكرو سكيل بيكون مثلا على مستوى البور هول، بيستخدم بور هول. بور هول، فالبور هول دي بعمل قياسات من داخل البور هول، ده بيكون مستوى السكيل بتاع القياسات بيكون سب متر، يعني من اول متر او اقل من متر، وده بيديني ريزولوشن او قياسات في على مستوى صغير جدا. طبعا كل ما اقرب من مستوى المايكرو سكيل بيكون التفاصيل ادق، لكن على مستوى صغير جدا، كل ما ابعد اوسع اكتر بدي بيك بيكتشر صوره اكبر شويه لكن بتفاصيل اقل شويه. مهم جدا انك تعرف تختار appropriate تكنيك وازاي هاو تو انتجريت بين اكتر من طريقه لو حسب البروبلم انت بتشتغل عليه. لو حبينا نتكلم بقى حوالين ايه هي الهيدروجيوفيزكس، انا بحب اعرفها انها مارينج او يعني تزاوج ما بين تو ساينسز زي الهيدرولوجي او الهيدروجيولوجي والجيوفيزكس، فعشان كده سميناها هيدروجيوفيزكس. لو حبينا نشوف مور يعني ديفينيشن فورمال ديفينيشن، هي كروس ديسيبلينري اريا، منطقه فيها دخول بين تو ريسيرش بوينتس، يعني بيستخدم فيها جيوفيزكس عشان يحدد الايرث بارامترز وعشان يعمل مونيتورنج لاي بروسيسز بتاع الهيدرولوجيكال ستاديز، في حركه للمياه نفسها من غير ما نعمل دريلنج. يعني الميزه الرئيسيه ان احنا في الجيوفيزكس مش محتاجين نعمل دريلنج من خلال السنسور اللي بنستخدمها، سواء على الساتلايت سواء على الطيارات على الجراوند داخل البور هولز، بنعمل وول لوجنج مثلا ولا حاجه. فدي طبعا حاله الوول لوجنج بيكون اوريدي في حفر موجود يعني، لكن ان جنرال غير حفر انا بستخدم قياسات سيرفيس او ايربورن او غيرها، ده بيكون مفهوش، فبيكون نون انتروسيف، وبيكون ده بالنسبه للناس كتير بيكون ايه تكلفته اقل شويه. فهي بتستخدم الجيوفيزكس عشان يبروفايد كوانتيتيف انفورميشن اباوت هيدروجيولوجيكال بارامترز اوف انترست يعني. فطبعا اي تغير في الهيدروجيكال فاريبلز، اي هيدروليك كوندكتيفيتي مثلا او غيرها، باي تغير فيها له انفلونس على جيوفيزيكال ميجرز، اي حركه للمياه، اي تغير في السلينتي بتاعتها بيديني ريفليكشن على جيوفيزيكال ميجرز. فالجيوفيزيكال ميثودز بتستخدم ميجر انتربريتيشن، بستخدم القياسات الجيوفيزيائيه وبستخدم الهيدروجيولوجيكال انفورميشن برضه عشان اعمل جود مابينج للسب سيرفيس بروبرز. طبعا في النهايه لازم يكون في انتجريشن بين الهيدروجيست والجيوفيزيست يشتغلوا مع بعض في تيم ورك عشان يعملوا بيتر انتربريتيشن. ايه الابلكيشنز ممكن استخدم فيها الهيدروجيوفيزكس؟ حاجات كتيره جدا، عشان ادور على الووتر ريسورسز او ديلينيت مكانها والاكستنشن بتاعها فين، برضو عشان اعمل اكوفر مونيتورنج، انا عايز اعرف كميه السحب اللي بتتم على الخزان الجوفي واعمل مانجمنت، امتى اعمل بامبنج، امتى اوقف البامبنج شويه لو في اجريسيف يعني بامبنج. كذلك في ملوثات ووتر بولوشنز او كونتامينانس، سواء كان بيولوجيكال او كيميكال كونتامينانس في المياه، برضو ممكن اعرف وجودها او الاكستنشن بتاعها فين. السي ووتر انتروجن ده موضوع هنتكلم عنه النهارده اكستنسيف شويه، اللي هو غزو البحر، ازاي بيتم غزو البحر لما يكون مثلا في سحب جائر مثلا المياه الجوفيه، فبتيجي تسحب المياه العذبه فبيخش مكانها، لو انت منطقه كوستال يعني بيخش مكانها مياه مالحه وبتعمل مشاكل كتير جدا. انا اشتغلت في مشاريع كتيره جدا في دول كتيره في العالم، اللي انا اعمل لها هايلايتنج دي هي المشاريع المتعلقه بالهيدروجيوفيزكس.
او الهيدرو، يعني بحث عن المياه بصفه عامه. المشاريع دي منها في مصر، منها في امريكا، منها في السعوديه، منها في سلطنه عمان، منها في انجلترا، منها في فرنسا، في دول كتيره في العالم اشتغلت فيها. هحاول اختار من النهارده، هختار حوالي 4 أو 5 كيس ستاديز على حسب الوقت ان شاء الله، اعرضها عليكم. من الكيس ستاديز بتبقى فيها معلومات مفيده جدا، ونشوف ازاي عملنا قياسات، ازاي عملنا انتربريتيشن. فدي بتديك خبرات تقدر تستفيد بيها لما تكون تعرضت لمشكله زيها، او انت لو هتاخد قرار. فالكيس ستاديز هنتكلم عليها، اول كيس ستادي هي من عمان، همشي بتاريخ الاحدث فالاقدم، يعني هاخد احدث كيس ستاديز وبعد كده انزل الحاجات الاقدم شويه. كان في عمان عندهم مشكله، طبعا عمان بتاع دي خريطه لعمان، جزء منها حوالين البحر العربي وجزء منها حوالين خليج عمان شمال نهوت. فلاحظوا ان في المناطق الكوستال، وهي اغلب عمان كوستال، يعني في نسبه ملوحه عاليه في المناطق الكوستال ارياز نتيجه ان سحب جائر جدا من البيار المحفوره، الخزان الجوفي عندهم انكونفايند اكوفر. طبعا في لو ريتشارج نتيجه الامطار مش كتيره جدا، مع السحب الجائر للمياه بيحصل ان في سي ووتر انتروجن، حتى دخول المياه المالحه داخل الارض. دي عملت مشاكل ضخمه جدا في الزراعه، مثلا في خيط هم عندهم زراعه مثلا خاصه في البالم تريز او النخيل والرمان، الحاجات دي كلها بتاثرت جدا بما دخلت المياه المالحه، رغم ان النخيل بيتحمل ملوحه لكن ملوحه عاليه جدا ادت ل ان في زراعه كتيره ماتت. يعني كذلك لو هيلث بوتنشال هيلث بروبلم، الميه نفسها بقت نسبه الملوحه فيها زايد، فلو حد بيشرب من الميه ديت ولا حاجه بيجي له مشاكل صحيه. كذلك بتاثر على الكوروجن بتاع الميتال بايبس، او في مواسير مياه بترول او مواسير مياه بتمشي فيها ميه او غيرها، بيحصل كوروجن او تاكل المواسير المياه دي. فكان مهم جدا نشوف في طريقه ان احنا نعمل فيها مونيتورنج للسيوتر انتروجن، وفين اماكن المياه العذبه وفين دخول المياه المالحه، ونقيسها ونعمل مونيتورنج لها. فده كان الموضوع هنتكلم عليه. ده اللون الازرق ده، شايفين المربع الازرق ده نورثرن كوستال بلين اوف عمان. عملت الدراسه بتاعتي في النورثرن كوستال بلين اوف عمان، حبينا نكبر الصوره شويه. ده الكوستال بلين اوف عمان، تكبر شويه. المنطقه دي في الجنوب اللي هي في تحت دي جبال عاليه جدا، الجبال دي بينزل عليها الامطار وبتمشي. لو انت شايفين في مخرات السيول دي هنا ابيض، دي الواديز الوديان اللي بيمشي فيها المياه العذبه دي اللي جايه من الجبل، بتمشي اول ذا واي لغايه اتجاه البحر عمان، وبتروح المياه دي للاسف في البحر. المنطقه الخضراء اللي شايفينها دي مناطق زراعيه، كلها مناطق زراعيه في ماشيه على الكوست، اغلبها بيكون نخيل، ودي زراعه مهمه جدا ليه. طبعا على مدار الساحل العماني ده هنا في محفور كميه بيار كتيره جدا بتسحب من الانكونفايند اكوفر، اللي هو التغذيه الرئيسيه بتاعته بتيجي من المياه اللي بتنزل من الامطار دي. فطبعا تيجي ان في جزء كبير من المياه بيتفقد في البحر، فقرروا ان هم يعملوا سدود سماريت شارج دامز. الخطوط البيضاء اللي بالعرض دي هي اماكن السدود. هدف السدود دي ريتشارج دامز دي انها بتحاول امبيد، توقف المايه وهي نازله، توقف قدامها المايه بل ما تروح في البحر تهدر في البحر، توقف المايه دي. فما توقف المايه دي قدام السد بتأدي وظيفتين مهمين. اول حاجه انها بتنفلتريت، يعني بتنزل جوه الارض نفسها، بتغذي الخزان الجوفي. تاني حاجه انها بتمنع السيوتر انتروجن، او بمعنى بتزق المايه المالحه، ان المايه العذبه الدنس بتاعتها اخف من المايه المالحه فبتبقى فلوتنج عليها، فبتعمل بوشنج باك للمايه المالحه لناحيه البحر مره ثانيه، فبتمنع دخول السيوتر انتروجن. فده مهم جدا، ده اللي هنكمل دراستنا عليه. فالجيوفيزيكال ده منظر السد اهوت، ده الجبل اللي هو المنطقه الجنوبيه دي، وده المياه بتنزل عليه. السد اللي هو زي ما كان الاصفر دوت، ده الريتشارج دام، بيخزن مياه قدامه فبيعمل انفلتريشن للخزان الجوفي، ويغذي الخزان الجوفي، بيمنع السيوتر انتروجن من ناحيه البحر. الجيولوجيكالي المنطقه كروس سكشن هي فيري ثيك الوفيال ديبوزيتس، حوالي من 300 ل 600 متر ثيكنس، مينلي جرافل وساند وكلايز، فيعتبر خزان ممتاز لتخزين المياه، يعني بروستي عاليه جدا، تقول جرافلز فيها وساند وسيلت، في كلاي لينزز وكلاي جرافل لينزز، وفي في مع العمق سيمنتد جرافل نتيجه البريشر بتاع العمق في سيمنتد جرافل. فلكن الميزه ان هو يعتبر خزان كويس جدا للمياه، ان بروستي عاليه فيه، فاي مياه بتنزل فيه بتخزن وممكن يسحب منها بعد كده، فده مكان كويس قوي لتخزين المياه. لو حابين نتكلم حوالين الخريطه دي، خريطه بيلد على الويلز، البيار المحفوره، بتعبر عن الووتر سالينتي. الووتر سالينتي تعبر عنها بطريقه اسمها الكتريك كوندكتيفيتي او تي دي اس توتال ديزولفد سولت، اما تي دي اس او اي سي. الاي سي هي الكتريك كوندكتيفيتي،
زي ما قلنا هو الخزان الجوفي هو الانكونفايند اكوفر، ده المين سورس اوف جراوند ووتر. السلينيتي او الاي سي تتراوح ما بين 2000 مايكرو سيمنز بير سنتيمتر ل 16000. 2000 دي يعني تمثل ليس ان 2000 ده بيمثل فريش ووتر، زي المنطقه اللي انت شايفها باللون البيربل او الازرق دي قدامك نوت، دي تمثل الفريش ووتر. المنطقه من نحول مثلا نتكلم من 20 من 2000 لغايه 16000 دي بيعتبرها براكش ووتر، يعني ماي فيها نسبه ملوحه اللي هي بتمثل الاخضر والاصفر، دول منطقه براكش ووتر. المنطقه الحمراء دي تمثل من 16000 ل 50000 او 50000 وما فوق، دي سالاين ووتر او ميه بحر اساسا، يعني السلينيتي فيها عاليه جدا. طبعا دي غير صالحه للشرب وغير صالحه للزراعه، دي هي السلاين ووتر. فهنا لو انتم شايفين المكان ده مكان الخزان اللي هو السد اللي متبني اللي هو كنا اتكلمنا عليه من شويه. فوجود السد دوت عامل حاجتين مهمين جدا، انه بيحافظ على كميه المياه العذبه هنا، وتلاقي نسبه المياه العذبه هنا داخله في اتجاه البحر بتبوش باك السلاين ووتر، بينما المنطقه دي ما فيهاش فيها هنا خزان. فتلاحظ الاحمر ده في غزو للبحر شديد، السي ووتر انتورنت داخله هنا في المنطقه دي بوضوح. طبعا القياسات دي معموله بيزد على بور هولز. فكان السؤال هل في ممكن تكنيك من تكنيك بتاع يعمل جيوفيزكس يقدر يعمل مسح المنطقه دي بطريقه سريعه ويدينا فكره عن الوضع من مونيتورنج مع اوفر تايم، يعني عملنا قياسات بس منتظمه ولا لا. فأول اقترحنا عليهم الطرق الكهرومانسيه تايم دومين الكتروماتيك ميثود او تي دي ام او اختصارها تي ام برضه. ليه اخترنا التايم دومين الكتروماتيك؟ زي ما انتم شايفين السيرفيس هنا بتاع المنطقه فيري دراي وكله جرافيل وساند وحصى زي ما يسموها، فما ينفعش لو حبيت تستخدم طرق كهربيه تحط الالكترودز فيها، صعب جدا، هتلاقي فيري هاي كونتاكت ريزيستنس، تيار مش عارف يمشي في الارض خالص. بينما الطرق الكتروماتيك ما تحتاجش غير كابلات وايرز، هي مبنيه على الاندكشن، هنشرح عن ايه كلمه اندكشن دي كمان شويه. فهو مجرد انت كابلات تفردها، الكابل ده مثلا يكون شكل مربع كده، ده مكان الترانسميتر، والريسيفر بحطهم في المركز او بره، ده منظر الريسيفر اللي هو الكويل دي تحط في السنتر بتاعها. انا في الدراسه دي يعني احبان بمثلها بالكرتون ده الاسود ده ترانسميتر لوب زي الحمراء اللي تحت دي، والاصفر ده هو الريسيفر كويل زي الشكل هنا الابيض دوت، وبمشي تيار كهربي في الترانسميتر في الاسود دوت، فبينزل تيار باي اندكشن داخل الارض فارادايز لو، ولو في اي كوندكتيف ماتيريال زي مياه زي معادن زي بحر زي سولت ووتر بيجنريت سكندري ماجنتيك فيلد بسجله في الريسيفر يديني فكره عن الاعماق اللي فيها تواجد فيها الكوندكتورز. كل ما وسع اللوب بتاعتي بقدر اخش لاعماق اكبر. فانا في الدراسه دي استخدمت لوبس من اول 20 في 20 لغايه 300 في 300. طبعا 300 في 300 دي هدفي ان اوصل لعمق كبير جدا، فلو انا هستخدم لوبس كبيره زي 300 في 300 او قريب من كده لازم ازود التيار، يعني مثلا في 20 في 20 واستخدم مثلا تيار 3 4 امبير، لكن في 300 في 300 بحتار ان اوصل 10 واحيانا 20 امبير كمان عشان يقدر يمشي لعمق كبير. برضه نلاحظ هنا ان لما نكون نستخدم لوبس صغيره دي شالو، يعني مش توصل لاعماق كبيره، اقصى حاجه مثلا 100 متر مثلا، فبستخدم فريكونسيز 25 هرتز يعتبر هاي فريكونسي شويه مقارنه ب 300 بستخدم مثلا 2.5 يعني 10 او 6.5 هرتز. ليه؟ عشان اللو فريكونسي زي ما قلنا من شويه بيبنتريت لاعماق كبيره، بينما الهاي فريكونسي بيكون لاعماق شالور. فدي البارامترز اللي بختارها لما اكون بعمل سيرفي بتاعي. اشرح لكم يعني ايه التايم دومين ازاي بيشتغل. ده لو عندي ترانسميتر هو اللارج سكوير لوب، وده الريسيفر كويل والارض. ايه اللي بيحصل بثلاث خطوات؟ انا ماشي تيار كهربي في الفريكوانسي معين في الترانسميتر واير. وانس سويتش اوف الكرنت، بعمل سويتش اوف للكرنت، ده بيحصل اندوست كرنت اندكشن داخل الارض. الكرنت داخل الارض ده بيسموه ايدي كرنت، بيجنريت سكندري ماجنتيك فيلد مجال مغناطيسي ثانوي، بيتسجل في الريسيفر كويل از ا فولتج مع الزمن، ده بنسميه ايرلي تايم ريسبونس ايرلي فولتج ريسبونس. فدوت بسجله هنا في الايرلي تايم. As the time passes الكرنت ده بيخش الاعماق اكبر شويه، فبسجل بعد شويه الفولتج في ميديوم تايم، وكل ما يخش العمق اكبر بسجل الليت تايم بارت. بيطلع لي في النهايه فولتج ديكي من فولتج مع التايم، ده باخده بعد كده بعمله انفرجن بروسيسنج يعني، وبحول الفولتج تايم كيرف دوت الى ديبس مع الريزستيفيتي، الريزستيفيتي مع العمق. طبعا لاحظ هنا ان الدنسيتي كرنت دنسيتي كل ما انزل مع العمق بتقل، بيحصل اتنيويشن، بيحصل له ديكي، عشان كده بنسميه ديكي كيرف.
فده ده يعني سيمبلي هو لو حبينا نبسطها بطريقه سهله جدا، انت بتعمل العمليه دي كل يوم. لو انت مثلا رايح فندق او رايح ايربورت مثلا مطار، لازم تخش في جيت كده عشان يعرف كان معاك معادن ولا. لو حبينا نبسط موضوع اوتوماتيك اندكشن بطريقه سهله شويه، فممكن نعمله انالوجي عن طريق لو انت مثلا داخل مطار او فندق اي مكان زي كده، بيقول لك لازم تخش من خلال بوابه. البوابه دي تعرف لو معاك اي جسم معدني ولا. ازاي تشتغل البوابه دي اساسا؟ جزء منها بيبقى فيه بيمشي فيه تيار كهربي. التيار الكهربي ده بيمشوه فيها فبيجنريت ماجنتيك فيلد. الماجنتيك فيلد ده بيخش في جسمك او الشنطه اللي انت شايلها وانت معاك مفاتيح او شنطه فيها اي جسم معدني، بيجنريت سكندري كارنت بيسموه اي دي كارنت. اي دي كارنت ده بيجنريت كورسبوندنج ليه بيز اون فاراديز لو ماجنتيك فيلد سكندري ماجنتيك فيلد. الماجنتيك فيلد ده بينديوس كارنت تاني في الناحيه التانيه اللي هي الريسيفر كويل يعني. فالكارنت ده هو عشان بيمشي بيحطه لمبه او يحط بيبر حاجه تعمل صوت او تنور، فبيعرف انت معاك جسم معدني. لو انت معاكش جسم معدني فالبرايم ماجنتيك فيلد بيخش في جسمك ده مش هينديوس اي كارنت، وبالتالي مش هينديوس سكند ماجنتيك فيلد، وبالتالي مش هيمشي تيار هنا، فبالتالي لا هتنور ولا هيدي صوت. هو ده بالظبط اللي احنا بنعمله في الكترومايتك. فلو انت if you think about transmitter اللي هو كويل اللي هي الرئيسيه الاسود دي ترانسميتر لوب دي، هي زي ترانسميتر واير اللي احنا بنمشي فيه تيار كهربي. والريسيفر الناحيه الثانيه هي ريسيفر كويل اللي هي الاصفر دي، والجسم الانسان هو بطن الارض. فانا بمشي تيار بينديوس كارنت جوه الارض، فلو في جسم معدني مياه او سولت ووتر انتروجن او معادن او غيره بيجنريت سكندري كارنت، بسجله بيتسجل في الريسيفر كويل كديتا، وبقدر اعرف ايه الجسم ده موجود على عمق قد ايه، امداده عامل قد ايه. فهي دي ببساطه جدا نفس اللي بنعمله في الارض هو بالظبط اللي بنعمله في البوابه ديت الالكترونيه. هي عمليه بسيطه جدا يعني. ففي النهايه بيجي لي ديكي كيرف. ده ديكي كيرف ده بيكون الفولتج مع التايم. باخد الداتا دي بعمل لها بروسيسنج، بعمل لها انفيرجن، عمليه انفيرجن. انا بحول الفولتج مع التايم او الابيرنت ريزيستيفيتي مع التايم الى ريزيستيفيتي مع ديبس. دي من خلال عمليه انفيرجن، ده من خلال سوفت ويرز بتحوله. طبعا الانفيرتد داتا دي بعمل لها انتربريتيشن باعتبار لو عندي باخد في الاعتبار الجيولوجيكال انفورميشن او هيدروجيكال انفورميشن اللي عندي، وبقى احدد الطبقات المختلفه دي ايه نوع الطبقه دي وايه نوع الطبقه دي من خلال انتربريتيشن. ده بعمله على سنجل ستيشن. لو عندي كذا ستيشن جنب بعضهم بعمل بروفايل، بعمل بقى كروس سيكشن، بعد احدد بقى فين الكوندكتيف زونز او الريزيستيف زونز ككروس سيكشن. فده بطلعه بعمليه بعد عمليه انفيجن لكل المحطات المختلفه. ده بسيط جدا اللي بعمله في الطرق الكهرومغناطيسيه. طبعا لو انا عندي مالتي بروفايلز ممكن اعمل 3 دي سيكشن كمان يعني. نرجع للحاله بتاعتنا. ده السد اللي بكلمكم عليه اللي هو بيسموه الخوض دام دوت. عملنا فيه حوالي 5 بروفايلز من السد وقدامه، وعملنا بروفايل بعيد شويه في المنطقه اللي فيها سيفير سيلت فوتو انتروجن على بعد 9 كيلو من منطقه السد، عشان برضه نبين تاثير السد. المنطقه اللي فيها السد قيم من الريستيفيتي او فيها السولت فوتو انتروجن عامل ازاي، والمنطقه اللي هي ما فيش فيها سد الانتروجن فيها عامل ازاي كريفرنس يعني. فاول بروفايل قسناه قدام السد هو اللون الابيض دوت اللي انتم شايفينه ده، كان 20 في 20، اداني عمق حوالي من 120 ل 140 متر. قدرنا من خلال القياسات دي، من خلال القياسات الالونج البروفايل دوت زي ما شفنا من شويه الكروس سكشن دوت، احدد الثيكنس بتاع الوفيال ديبوزيتس الجرافيل والساند والووتر تيبل عند عمق تقريبا حوالي 20 متر. المنطقه اللي في النص دي تفصلنا انها كلي جرافل، ودوبك الاحمر ده اللي هو يعتبر لو ريزيستيفيتي، الاحمر ده لو ريزيستيفيتي والازرق هي الهاي ريزيستيفيتي. فالاحمر ده جاست التوب بتاع السولت ووتر انتروجن زون يعني، ما عرفناش نجيب اخره ممتد العمق اكبر من كده. طيب عملنا القياسات دي فحبينا نتاكد من القياسات دي بدقتها، فكان في بير في المنطقه دي. بير ده عندنا من البير ده اي سي لوج الكتريك كوندكتيفيتي لوج بيس كوندكتيفيتي مع العمق، ولاحظنا في تناظر جيد جدا عند نفس العمق اللي شفنا فيه لو ريزيستيفيتي زون هنا، لاحظنا ان في زياده في الكوندكتيفيتي هنا، وده انديكيشن ان القياسات اللي عملناها بالالكتروميتك قياسات دقيقه، لان طبعا البور هول داتا او ويل لوكس داتا بتكون فيري اكيوريت انها بتقاس جوه البير نفسه يعني. فإذا هنا في تناظر عند نفس العمق هنا بزياده، وحتى الفاليوز بتاع الاي سي حسبنا حولناها ريزيستيفيتي لانها قريبه جدا من بعضها، بديني فاليديشن او كونفرميشن ان القياسات بتاعتي قياسات مظبوطه. طيب انا عايز اشوف عمق اكبر من كده، عايز اشوف اخر السولت ووتر انتروجن ده واصل لغايه عمق قد ايه. فزودنا الثيك الدايمنشن بتاع اللوب اللي هي بدل ما كان 20 في 20 عملناها 50 في 50 along the same profile. فطبعا 50 في 50 ده ادتني عمق حوالي 200 متر زي ما انتم شايفين. الثيكنس بتاع الانتروجن زون وضح لي اكتر، بدل ما كنت بس بشوف التوب بتاعه بقيت اشوف جزء كبير منه.
مع العمق. فلو انا عايز اشوف طبعا عمق اكبر من كده لازم ازود الدايمنشنز بتاع اللوب، كنت 20 في 20 خليتها 50 في 50. طب قلنا نروح لغايه 300 في 300 اكبر حاجه ممكنه على انجلر سيم بروفايل. زي ما انتم شايفين هنا، شايفين جود ديفينيشن للسولت انتروجن زون، يسموه تانج، نوع من زي اللسان. ده الانتروجن زون كلها، عندنا حد ماشي حوالي عمق مسافه حوالي 5 كيلو داخل انلاند، والثيكنس بتاعها حوالي من 100 ل 150 متر. فده جود ديفينيشن ليه؟ لان 300 في 300 ده لعمق حوالي 400 متر، وصل لعمق داخل الارض 400 متر. فده حدد جود ديفينيشن للانتروجن زون والصخور اللي حواليه. طبعا عايز اوضح لكم هنا، لما يكون بستخدم لارج لوب فبستخدم لور فريكوانسز، فالريزولوشن بتاعتي بتقل. يعني لو رجعنا ورا كده شويه، هنا تفاصيل واضحه جدا، هاي ريزولوشن بالنسبه للحاجات الشالو. لا، زودنا شويه اللوب الريزولوشن بقت تقل شويه. لما خلينا لارج لوب الريزولوشن تقريبا اولموست راحت خالص. فانت دايما العمق فيرسس الريزولوشن، عايز تشوف تفاصيل بتستخدم حاجات هاير فريكونسي وشالو، عايز تشوف عمق اكبر فبتضحي بالريزولوشن، لكن بتشوف مع العمق تفاصيل فين الانتروجن زون واصل لغايه فين. لو حبينا كان في برضه ويل لوج، ده من اي بير حواليك حاول تستفيد باي معلومات متاحه. دي كانت ريزستيفيتي لوج، فبالتالي ده ريزستيفيتي وده ريزستيفيتي، كان فيه جود كورليشن. هنا لو ريزستيفيتي داخل البير، وبرضه هنا لو ريزستيفيتي اكتوماتيك، فده كان برضه جود كونفرميشن ان احنا ماشيين مظبوط والقراءات مظبوطه تماما. عملنا كملنا قياسات برضه في منطقه ثانيه، هنا هو دي اقرب للبحر شويه، فكان باين فيها سو توتال انتروجن، ده كان 20 في 20 بروفايل ثاني. وبرضه وقارناه برضه بالاي سي لوج، كان فيه جود كورليشن عن نفس العمق، برضه هنا زياده في الاي سي كوندكتيفيتي هنا، وهنا اللو ريزستيفيتي زون. نفس الكلام عملنا 300 في 300 انذر بروفايل هنا، وبرضه اداني جود ديفينيشن لسولت اوت انتروجن زون. ولاحظنا ان مع العمق هنا في منطقه اوف هاير ريزستيفيتي، فدي فسرناها انها سيمنتد جرافل، جرافل وفي وسيمنتد، فبيديني هاير ريزستيفيتي شويه. ودي المنطقه دي بيسموها الديفيوجن زون، منطقه ديفيوجن للسولت ووتر انلاند يعني. المنطقه قسنا بقى على بعد 9 كيلو بروفايل تاني، كان 150 في 150 دايمنشنز بتاعت اللوب يعني. المنطقه دي اللي فيها سيفير انتروجن زون، دي ده البروفايل دوت. لاحظنا هنا لما عملنا قياسات بالالكترومغنيتك ان في ان التانج دوت او السولت ووتر انتروجن زون داخل تقريبا 7 كيلو 6.8 كيلومتر، 7 كيلو انلاند، والثيكنس بتاع الانتروجن زون حوالي 200 متر، فيري ثيك. ليه بقى؟ لان هنا مفيش دام، هنا مفيش ريتشارج دام بيبعد السولت ووتر انتروجن، فهنا الميه داخله براحتها جدا نتيجه سحب الميه من الابيار، فدخل انتروجن زون بعمق مسافه كبيره جدا، فده عملت مشكله كبيره. قررنا القياسات دي بالخريطه اللي ورتها لكم قبل كده بتاعت الجي بي اس ده على الويلز. طبعا البروفايل ده متقاس في المنطقه الحمراء دي، المنطقه الحمراء دي اللي هي فيها انتروجن زون، فهي كونفيرمنج هنا المنطقه الحمراء اللي فيها الهاي انتروجن زون بيزد على الويلز هي نفس المنطقه اللي فيها هنا برضه انتروجن زون بيزد من الالكترومغنيتك. فده كان جود كونفيرميشن ما بين قياسات الالكترومغنيتك تايم دومين مع الويل داتا اللي هي في الخريطه ديت يعني. فكانت دراسه مفيده جدا ان احنا نعرف فين اماكن الانتروجن زونز وفين اماكن الفريش ووتر زونز وعمقها ممتد قد ايه، وممكن نعمل لها مونيتورنج اوفر تايم كمان. تاني كيس ستادي برضه كانت في عمان، بكمل على نفس الخوض دام ده، عملنا دراسات برضه اديكم فكره عن الخوض دام ده او ريتشارج دام دوت. ده انشئ من في سنه 83، يعتبر قديم شويه في عمان يعني، وهو زي ما قلنا هو بيشتغل كذا هيدروليك بارير، بارير هدفه ان هو ينهانس ووتر ريتشارج بتاع الاكوفر نفسه، وبيحزن ميه قدامه وما بيحصل انفلتريشن. فبيشتغل ازاي؟ لو انت عندك الدام هنا اهوت، وبعدين بيحصل وده مستوى المياه الجوفيه عميقه، عمق شويه عميقه شويه بالنسبه لسطح الارض، وده السلاين انتروجن، هي الميه داخله لغايه هنا يعني البحر الناحيه دي، فده السلاين فريش انترفيس، زي القرآن بينهما برزخ ويبغي، ده البرزخ اللي هو بين السلاين والفريش ووتر يعني. فبيحصل ان بيحصل امطار، فالميه بتتجمع قدام السد، وبيحصل عمليه انفلتريشن بتغذي المياه الجوفيه هنا، بيحصل ماوندنج، بيحصل ارتفاع في مستوى المياه الجوفيه هنا. مع بيحصل انفلتريشن اكتر، بيحصل ان السولت ووتر بيبعد، بتزق الميه الفريش ووتر بقى عايمه فوق السولت ووتر، بتبوش ات باك لغايه البحر، وكمان مستوى الووتر تيبل ان هو بيرتفع. لو خدتوا بالكم من قبل كده كان هنا كان هنا عميق شويه، والسولت ووتر كان قريب داخل انلاند، مع الزمن لان بيرجع لورا ومستوى المايه كمان بيرتفع، عمل انهانسمنت للووتر كميه المياه، وكمان بعد ايه السلاين ووتر انترفيس. فعملنا برضو قياسات قدام انسايد الدام واوتسايد الدام مع الطلبه اللي كانوا شغالين معايا. على سبيل المثال استخدمنا فيها لوب انتنا 20 في 20 شرحتها قبل كده،
ده مثلا بروفايل انسايد دام بيورين هنا ان دي جرافلز ودي مستوى المياه الجوفيه، مش مشكله هنا، والمنطقه اللي تحتها جرافل او كلاي. في ميه وهي بتيجي مع السد مع من الجبل بقى شايله في طريقها كميه طفله وسيلت. لما بيحصل ان الميه بيحصل لها انفلتريشن داخل بطن الارض بتسيب الطفله دي فوق. الطفره دي او السيلت ده له فايده اقتصاديه، لانه ممكن ياخدوه ويزرعوا بيه الجبال. الجبال طبعا صخور المسامير بتاعتها ضعيفه جدا ما ينفعش للزراعه، فبيحطوا الكلاي او السيلت ده على المناطق الجبليه ويبداوا يزرعوها. فكان مهم جدا نعرف السمك بتاع السيلت او الكلاي ده فين. واحنا بنعمل قياساتنا لقينا في منطقه ان هو التريستي بتاعتها قليله شويه بالنسبه للجرافل وبالنسبه للالوفيا اللي حواليها، فدي اعتبرناها هي السيلتيشن زون. دي مناطق الثيكنس بتاع السيلت او فيها عالي سميك جدا. فطبعا لو انت عرفت سمك المنطقه السيلت دي ممكن تستفيد بيها، تعرف تقدرها قد ايه، وممكن تحفر وتطلع اكبر كميه ممكنه وتبيعها للمناطق المزارعين يعني. فدي كانت منطقه يعني كانت اوف انترست يعني. اما عملنا بروفايل قدام السد بقى لقينا ان في بان عندنا سولت فريش ووتر انترفيس بوضوح هنا، وده بروفايل اطول شويه داخل من او جوه السد لغايه اول ذا واي لغايه البحر نوت، باين فيه السلاين فريش ووتر انترفيس. ولاحظنا هنا في منطقه عامله زي كون كده، دي بيسموها الكونينج، دي نتيجه ان انت في بير هنا فوق سطح الارض بيسحب سحب جائر جدا، فمياه البحر بتنزل من تحت وتطلع في المنطقه دي، في سحب بتعوض المياه اللي بتسحب من البير. فدي بتكشف لو انت عندك في بيار تسحب سحب شديد جدا عميق يعني، ممكن تسحب مياه المياه المالحه تطلعها فوق، ودي بتعمل كونتامينيشن طبعا للسويل وبتعمل كونتامينيشن للمياه العذبه الموجوده. هنا برضو بروفايل قرب البحر شويه باين لنا ان في سولت ووتر انتروجن هنا بيننا وبين البحر مسافه مش كبيره. وعملنا مقارنه مع الاي اي سي لوج اللي احنا في تناظر بينهم كويس. دي عملنا ايست ويست بروفايلز برضو، فالايست ويست بروفايل هو ناحيه السد كان ما فيش فيه اي انتروجن، فعرفنا المنطقه دي سيف نتيجه تغذيه الخزان الجوفي كويسه فيها. لما عملنا واحده قريبه قدام شويه عند قرب الشط هنا في ما زال هنا في منطقه فيها سولت ووتر انتروجن هو بالاصفر دوت، في براكش ووتر او سلاين ووتر. عملنا جريد قياسات دنس شويه لقرب البحر، فالدنسيتي بتاع القياسات دي كانت جريد كبير يعني، اللي بين لنا فين الوفيال زون ثيكنس بتاعها، فريش ووتر زون ثيكنس بتاعها، السلاين ووتر. ونتيجه ان عندي قياسات كثيره فقدرت اعمل جريد يعني اعمل 3 دي بلوت من القياسات دي جنب بعضها، بقدر اعمل 3 دي بلوت يبين لي فين الالوفيال ديبوزيتس والفريش ووتر اكوفر والسلاين ووتر. وطبعا قارنا الكلام ده كان في عندنا بير محفور يعني في اي سي لوج، فده كان مكانه هنا عند الدايره البيضاء دي، فالقياسات بتاعته كانت ويل كورليتد برضه مع السلاين ووتر ثيكنس، فكان جود كونفرميشن يعني. منطقة ثالثة كيس ستادي ثالثة برضه كانت في عمان، بس منطقة في شرق عمان اسمها القريات. المنطقة دي كان هدفهم ان يعملوا فيها ريزورت، يعملوا فيها منتجع. فالمنتجع ده عشان محتاجين فيه ميه، كان في المنطقة دي فيها شحيح فيها الميه جدا يعني. شورتج من ووتر ريسورسز، والامطار قليله جدا من 70 50 70 ملم بير يير قليل جدا. حفروا 10 ابيار وللاسف اغلبهم كان دراي. ليه دراي؟ لان المنطقه نفسها عباره عن ميتامورفيك وبيزمنت روكس، فيها مش بورس اساسا يعني، ما بتخزنش مياه، حتى لو نزل مياه امطار مش هتخزن فيها، اللهم الا في جزء الالوفيال ثيكنس بتاعها كان قليل قوي. فكان محتاجين يعملوا مسح نشوف في اي منطقه فيها فراكتشر زون مثلا، يكون يقدر يسمح المياه تتخزن فيها في الفراكتشرز دي، او نشوف المياه اللي هي وذين الالوفيال ثيكنس. ده الجيولوجي بتاع المنطقه من زي ما قلنا ميتامورفيك كوارتزايت ومايكا شيست. في جزء الوفيال ديبوزيتس شالو قوي على سطح الارض، فعندنا الجيولوجيكال سيكونس بتاعنا الوفيال على السيرفيس وكونجلومريت، تحتها كوارتزايت ومايكا شيست هم الصخور ديت ولايمستون ودولومايت. طبعا اغلب المياه لو في مياه اساسا موجوده في كواترنري ديبوزيتس او في فراكتشر زون داخل لايمستون والدولومايت تكون بتقدر تخزن مياه. اما البيارات حفرت بقت لنا ان الاي سي كوندكتيفيتي بتتراوح من 20000 ل 47000، معناها ان انا عندي براكش او سلاين ووتر. مني هم الناس في المنتجع قالوا احنا ما عندناش مشكله حتى لو طلعنا معانا ميه براكش او مالحه نعمل ديسيلينيشن يعني نعمل تحليه للميه، وممكن نستخدمها مثلا في ري الارض او في استخدامات مثلا زي الشاورز، مش درينكينج يعني مش للشرب، لكن نستخدم. فده محتاجينها ان هم عندهم شورت في مياه كبير يعني.
انا استخدمت في السيرفي دوت حاجه اسمها اوفست لوب. اوفست لوب دي بتكون الريسيفر بره الترانسميتر، يعني بالمنظر ده الكويل بتاع الريسيفر بره الترانسميتر. كان السيت اب ده عشان يقلل لو في اي نويزز نتيجه في المنطقه اللي هي نير سيرفيس او جنب الكويل، فبعدها عن الترانسميتر بيكون النويز اقل بكتير. فده كان السيت اب استخدمته وكان ناجح، حطيت الكويل على بعد 20 متر من الترانسميتر كويل، فبيسموه اوفست كونفيجريشن. قبل ما اشتغل بقياساتي عملت حاجه اسمها كاليبريشن. كاليبريشن انا بشوف اقرب ويل موجود باقرب بير وعندي معلومات من البير ده واقيس حواليه، اعمل اتاكد ان انا قياساتي مظبوطه. فقست ثلاثه ستيشن تي دي ام حوالين البير دوت. المعلومات اللي جايه من البير ان في ميه مالحه داخله البحر على بعد من 10 ل 20 متر، دي سولت ووتر يعني. فانا ما عملت القياسات بتاعتي طلع لي فعلا ان في عندي اول 10 متر الوفيال دراي الوفيال ديبوزيتس يعني، ومن 10 ل 20 متر تقريبا ده الثيكنس بتاع السولت ووتر انتروجن الميه داخل. بعد كده ما فيش ميه، ليه؟ لان دي كلها دولومايت وصخور ميتامورفيك روكس، ما فيش فيها اساسا مجال ميه تخش اساسا، حتى لو ميه البحر مش عارفه تخش فيها انها نان بورس. وقد قيمه الاي سي اللي كانت من البير ده كانت حوالي 30 40 ملي سيمنز بير سنتيمتر، هي قارناها بالقياسات الانفيرجن 1 اوم متر كان قريبه من بعضها جدا، فكانت دي جود كونفرميشن. اشتغل بعدها اشتغلنا عملنا بروفايل طويل جدا طوله حوالي 5 كيلو، قسنا فيه حوالي 45 تي دي ام ستيشن. على فكره البروفايل ده اتقاس في 3 ايام، كان يعني شغل ممتاز، هيكون معدل 15 ل 20 ستيشن بير داي، يعني كل ستيشن بينها وبين بعض حوالي 100 متر. فكان لما عملنا انفيرجن للديها ديت بتاعت الدي دي ام طلع لي المنظر ده الازرق طبعا دوت، ده بيمثل الهاي ريزستيفيتي زونز، هي الكوارتزايت والدولومايت السيرفيس يعني داير، والاخضر ده كان بيمثل ميديوم ريزستيفيتي، عباره عن الوفيال ديبوزيتس كونجلومريتس والالوفيال ديبوزيتس تحت السيرفيس وهي دراي طبعا، والجزء الثالث لو ريزستيفيتي نتيجه سي ووتر انتروجن من 1 ل 5 اوم متر، ده براكش تو سالاين ووتر داخله من البحر يعني. وكانت الريكومنديشن عندنا ان احنا عندنا 3 زونز يعني ممكن دول يكون مهمين. لاحظنا ان في عندي الزون 1 دي ان فيها لو ريستيفيتي داخله مع العمق من حوالي 30 ل 60 متر عمق يعني. الزون الثانيه فيها لو ريستيفيتي هنا اهوت ما بين 70 ل 80 متر. المنطقه الثالثه هنا اهوت بتكون ميديوم تو لو ريستيفيتي بس رينجينج اوفر يعني من 10 ل 40 متر. فكان الريكومنديشن بتاعتنا نحفر بيرين، واحد في المنطقه رقم 1 في المنطقه رقم 2، ونشوف هل هيطلع لنا مياه حتى لو مياه براكش، وما بعد كده يعملوا دي سالينيشن او تحليه ولا. وفعلا عملنا حفر في المنطقتين، المنطقتين طلعوا كميه مياه كويسه جدا، الهيلد بتاعها كان عالي وعند نفس العمق اللي احنا عملنا ريكومنديشن. وبقوا يستخدموا فعلا المياه ديت بعد ما عملوا تحليه لاغراض في المنتجع في الزراعه وفي الشاورز وغيرها يعني. كان طبعا دي ميزه ان انت بتحفر على بينه، عندك جيوفيزيكال داتا بتحفر عليها، قبل كده كان حفظه راندم عشوائيه بدون يعرفوا، فطبعا ده بيطلع اماكن ممكن يحفروا في اي منطقه هنا في عم ما فيش مياه اساسا يعني. فكانوا الناس سعداء جدا ان احنا استخدمنا الجيوفيزيكس، احنا حدد لهم فين اماكن الحفر ممكن يطلعوا منها المياه وعملوا تحليه يستفيدوا بيها. الكيس الرابعه دي كانت في مصر، كان خلال مشروع مشترك اشتغلته انا مع مساحه مع امريكا جامعه بوسطن يونيفرستي مع جروب بتاع دكتور فاروق الباز. كان هدف المشروع ده ان نعمل انتجريشن ما بين موضوع الريموت سنسنج، قياسات بالريموت سنسنج وقياسات الارضيه اللي كنا قلت لكم عليها في الاول المحاضره، ان في عندي ديجنال سكيل ريموت سنسنج ولوكال سكيل جيوفيزكس. طب ازاي اعمل انتجريشن بينهم؟ الريموت سنسنج بتديني بيج بيكتشر المنطقه كلها، بتديني فين البوتنشال زونز، اماكن فيها احتماليه وجود المياه. طبعا الريموت سنسنج ما يقدرش يخش الاعماق كبيره داخل الارض، بيكون سيرفيس او تحت السيرفيس بحاجه بسيطه جدا يعني، لكن بيقدر يوفر لي وقت بقى نمسح المنطقه كلها، يقول لي فين الاماكن الزونز اللي هي بوتنشال ممكن تكون في ريتشارج المياه فيها. وبعد كده بقى بجيوفيزكس بتكمل بقى الصوره، تنزل مع العمق بالطرق الجيوفيزيائيه نشوف الاعماق اكبر يعني. فدي منطقه دراسه في توشكا ساوث ويست ايجيبت يعني. الداتا اللي استخدمناها كانت رادار سات و اس ار تي ام اللي هي السبيس بورن ثيرمال ايميشن وريفليكشن ريديومتر، والرادار توبوجرافي ميشن هي الرادار سات واللاند سات. في الجيوفيزكس استخدمنا الجي بي ار الرادار والفيرتيكال ساوندنج الكهربيه عشان نشوف الخزان الجوفي لو في يعني، او لو في فراكتشر زون.
فكان الشغل عشان اشتغل بريدر سيت محتاج ان يكون عندي الكفر بتاعي سموث يعني فاين جريند، ويكون اكستريملي دراي عشان اي موشر بتعمل اتنيويشن للموجات الراديه الجايه من القمر الصناعي، ويكون في باك سكاتر حاجه ريفلكت منها عشان يستقبل الريفلكشن دي في الريسيفر عند القمر الصناعي. فعملوا هم استخدموا لاند سات ايمج يفرقوا بين انواع الصخور المختلفه او انواع الساند كفرز المختلفه، ده الشغل بتاع الريموت سنسنج. وبرضه استخدموا الريدار سات عشان يشوفوا حاجه اسمها درينج باترن، ازاي الدرينج بتاعت مخرات او مسارات المياه بتمشي ازاي. فده الرادار او الريدار سات بيوضحها بوضوح على لارج ديستنس. فهنا عندهم حدود درينج باترن بمنطقه الدراسه بتاعتنا، ده درينج باترن اللي رسموه. وبرضه قدروا يحددوا من الأقمار الصناعية أماكن فيها الفراكتشر زون أو الفولت زونز بتوزيعها إزاي في منطقة الدراسة. فكان الفكرة بتاعتنا إن إحنا المنطقة اللي فيها هاي درينج وفيها هاي فراكتشر زون دي منطقة أوف هاي بوتنشال المية ممكن تمشي من خلالها، لأنه يعني الدرينج ده ماشي فيه المية، وكمان لو فيه فراكتشرز أو فولتس ممكن تمشي أز كوندويت أو مسار تمشي تغذي بيه الخزان الجوفي. إحنا قلنا المنطقة اللي فيها هاي دينستي من درينج وهاي دينستي من الفولتس دي اللي ممكن نعمل فيها جيوفيزيكس. احنا كده وفرنا بدل ما نمسح المنطقه كلها، فقلنا لا هنمسح مناطق محدده، فبين المنطقه بقت كبيره جدا حددناها مثلا في المنطقه دي، دي المنطقه اللي ممكن نستخدم فيها جيوفيزيكس، نشوف بقى مع العمق اكبر امتداد الموضوع ده ماشي مع العمق عامل ازاي. فحددنا في اماكن نعمل فيها ساوندنجز واماكن نعمل فيها رادار. الجي بي ار هدفه انه يشوف لو في فراكتشر زونز او في فولت زونز، والساوندنج الكهربائيه بتشوف لو في الخزان الجوفي على العمق قد ايه. اللي ما حضرش معايا محاضره رادار كده، بسمبل رادار هو بيعمل اكس راي الارض، بيكون عندي ترانسميتر وريسيفر، بعمل بعت ويف لو في عندي انترفيس هنا بيرفلكت باك، لو ما ماشي البروفايل بتاعي بيديني ريفلكتور، لو ريفلكتور مستمر يعني هنا في عندي ريفلكتور اهوت، بقول هنا في عندي انترفيس وفي ديفرنت فيلوسيتيز او فبيدي حدد لي فين اماكن الانترفيس ده. هدف ان انا اعمل احدد فين اماكن بقى الفولت زونز او في فولت زون او فراكتشر زونز واعرفها. اماكن كان فيها اسفلت كرول كان حاطط انتنا كانت 100 ميجا هرتز انتنا رادار، وبنجرها ورا العربيه بنمشي بسرعه بطيئه. بينما لو اوف رود في مش نون اسفلت بقى بنجرها بايدي وبنحط الانتنا وبنبدا نمسح المنطقه الاوف رود ديت بايدينا. ده examples من جي بي ار وعرفنا نحدد فين اماكن الفولت زونز او الفراكتشر زونز بين هنا بوضوح. دي الاماكن اللي ممكن تكون بتدي ريتشارج للخزان الجوفي، يمشي من خلالها المياه تغذي الخزان الجوفي. بالنسبه للفيس ساوندنج اللي انتم عارفين بستخدم كرنت الكترودز وبوتنشال الكترودز زي شلومبرجير اري مثلا، ببعت تيار وبقيس البوتنشال بالنص بيحدد لي قيمه الريستيفيتي، وبعدين بوسع شويه ببدا اوسع وابدا اقيس مره ثانيه بحدد قيمه الريستيفيتي مع العمق از جوز وز، فده حدد توزيع الريستيفيتي مع العمق. طبعا بوسع الكابلات دي مع العمق فبقدر اعرف توزيع الريستيفيتي ات ذيس بوينت، فسموه فيرتيكال الكتريك ساوندنج. فدي قياسات اللي كانت بيسس في مناطق ادتنا فيها لو ريستيفيتي زونز هي متوقع فيكون فيها ميه، وفي مناطق ثانيه هاي ريستيفيتي زونز فدي ممكن تكون فيها دراي، فعملنا انتربريتيشن لان في دي متوقع تكون فيها ساتوريت ميه فيها ساند في ميه او يكون فيها دراي ساند ستون او فيها يعني عندنا تفسير بناء على الساوندنجز دي ساعدتنا ان احنا عارفين اماكن ممكن يكون فيها مياه. ده كان المشروع الاخير اللي هتكلم فيه ده كان في امريكا في 2003 كنت اشتغلته مع الهيدرولوجي اند ووتر ريسورس ديبارتمنت في جامعه اريزونا. هدفه كان انتجريتد هيدروجي فيزيكال سيرفي عشان نعمل مونيتورنج ووتر انفلتريشن. هم عندهم برضو اريزونا طبعا زي مصر دايما دراي، وعندهم الخزان الجوفي برضه في بيحصل ديتيريوريشن ليه، ما فيش تغذيه ليه، وكميه الامطار برضه قليله. هم فكروا ان هم يعملوا تغذيه للخزان الجوفي عن طريق احواض او بونز بيملوها ميه، بيجي من ميه انهار بيملوها وخلوا الميه دي انفلتريت تغذي الخزان الجوفي. بس عايزين يعملوا مونترنج لا اسماء الميه بتتحرك دي في ريال تايم، يشوفوا الميه شغاله ماشيه في اي اتجاه، هل فعلا كلها بتوصل تغذي الخزان الجوفي ولا لا. فكان فيري انترستنج دي البونز او الريتشارج بونز يعني نفس فكره الدامز اللي عملوها في عمان، بس هنا عاملين احواض، الحوض نفسه بيملوه ميه لان هنا مفيش امطار تجي له فبيملوها من الكولورادو ريفر. ده الكاكتس مشهوره باريزونا بتكون موجوده على الحدود بين امريكا والمكسيك. فاستخدمها فيه ثلاث طرق، الكترومغناطيك وكنترول سورس معناته الليريك والكترو اسنس توموجرافي. الفكره ازاي انا الحوض عندي هو مليته ميه وبعدين ليت الووتر تو انفلتريت، الميه بتنزل مع العمق
زي ما انتم شايفين كده بتغذي خزان الجو، بيحصل انفلتريشن للمياه مع العمق. انا عايز اعمل بقى مونيتورنج للميه دي وهي نازله، فده البوند نفسه كروس سكشن ليه حاطين هنا ثلاثه سنسورز الكترومايتك سنسورز، واحد بره ذا ريفرنس زي ما قلنا لازم نكريس الباك جراوند، وحاطين الكترودز 21 الكترود هنا عشان يستخدموا في الكهربيه وفي الماجنيتو دارك. ده منظر الحوض نفسه، وده الممشى بمشي فيه عشان اشوف الميه، وده ميتر بيقيس مستوى الميه، ده المكان اللي بيطلع منه الميه وبيقيس مستوى الميه مع الوقت يعني. بعدين ان ريتشارج الميه تخش من مصدر الميه هنا، جايه الميه دي جايه من ماسوره متوصله بريفر اسمه كولورادو ريفر، لغايه لما اتملى الخزان كله او البوند كلها خدت حوالي اسبوع تقريبا عشان الميه، وبعد كده بنوقف الميه خالص ونخلي الميه دي تنفلتريت تنزل تغذي الخزان الجوفي. دي فاول حاجه بنقيس الباك جراوند قبل ما الميه تشتغل، اساسا قيسنا قياسات باك جراوند، وبعد كده حطينا السنسورز والميه هتغطي السنسور دي، كان فيري انترستنج يعني ميجرمنت، ونقيس بقى اون ريال تايم كل الميه شغاله عمالين نقيس اكتر مره في اليوم. احد الطرق اسمها كنترول سيوس مانيتو دايركت، دي بنحط الترانسميتر على بعد مسافه كبيره جدا من الريسيفر حوالي 5 ل 10 كيلو، والريسيفر بيكون عباره عن الكترودز، وبنحط كمان ماجنتيك جزء الكتريك نقيس الكتريك كومبوننت والماجنتيك كومبوننت باستخدام جهاز اسمه جي دي بي، ده من شركه زون. قبل الانفلتريشن دي منطقه زي فين هاي ريستيفيتي، المنطقه دي هاي ريستيفيتي زون، وبعد ما عملنا انفلتريشن الميه بقت تنزل تحت بطن الارض يعني، ده تاخد بالكم هنا الريستيفيتي بقت تقل جدا، وعن بند عن تبع ايه كميه الثيكنس بتاع الووتر از جوز ويز ديبس نشوف ماشيه ازاي. ده الكهربيه كان طبعا كان لازم نلحم الكابلات نفسها في الالكترود عشان ما يحصلش فلوتنج مع الميه، فكان فيري سبيشال يعني سيت اب يعني. ده برضو في الكهربيه او 2 دي ايمجنج يعني، ده برضو بيفور انفلتريشن كان هاي ريزستيفيتي، كان الريزستيفيتي هنا عاليه، واول ما عملنا انفلتريشن طبعا قيمه الريزستيفيتي بقت تقل وبدات كميه الميه دي تنزل مع العمق. او قسنا برضه الريستيفيتي اوتسايد ذا بوند، كانت نشوف اتغير ازاي يعني، واحده انسايد داخل الحوض وواحده اوتسايد الحوض. فالاي ار تي زي ما انتم عارفين بيقيس مالتيبل ميجرمنتس على لونج بروفايل، وده الكروس سيكشن طلع بالمنطقه اللي فيها لو ريستيفيتي انديكت الميه، ودي مع العمق الباك جراوند هاي ريستيفيتي زونز اللي كانت موجوده. الالكترومايتك زي ما شرحتها قبل كده بيكون لوبس وماشي تيار كهربي فيها، لو في منطقه فيها مياه بتديني فولتج وبقى اقدر اعرف عمقها قد ايه. استخدمنا سنترال لوب يعني الريسيفر هنا مش كويل كان واير جوه الترانسميتر، ويديني الديكي فولتج كيرف دوت، ده الايرلي تايم وده الليت تايم بارت منه. طبعا انا كنت مهتم بالايرلي تايم ده انه له علاقه بالشالو بارت، فهنا ده السيت اب اللي استخدمناه، ده الترانسميتر وده الريسيفر وده البطاريه السورس اوف باور وده البوند، وحطينا الوايرز جوه البوند هنا وغطينا الميه عليه. عندنا ستيشنز داخل الحوض نفسه وواحده ريفرنس بره الحوض نفسه. فالقياسات اللي كانت داخل الحوض قعدنا نقيسها، اداني ديكي كيرف مع الزمن يعني 2 وبعدين 24 و27 زي ما تشوف المستوى بيزيد، بقت مور كوندكتف الميه بتنزل داخل الارض، فالفولتج نفسه بقى يعلى مستواه، اداني هاير فولتج، فده معناه ان في تغير مع الزمن، ده بيسموه تايم لابس ميجرمنتس او قياسات مع الزمن يعني. الريفرنس ستيشن لاحظنا ان فيها تغير، المفروض الريفرنس ستيشن هي اللي بره الحوض نفسه المفروض ما يتغيرش، بس ما حصل تغير فيها ده انديكيشن ان في لاترال فلو، ان في ميه مشت كمان لاترال مش بس فيرتيكالي، في جزء منه كان في باليو شانلز قنوات قديمه فمشت كمان لاترالي فاثرت في قياسات الريفرنس ستيشن. ان سمري او كونكلوجن عشان اخلص عشان الوقت قرب يخلص، بنقول جيوفيزيكال ميثود كو بروفايد ريلايبل تكنيك فور اكسبلورنج جراوند ووتر ريسورسز، وهي اتراكتيف انها لو اكسبنسز كويك نون انتروسيف. الجيوفيزيكال ميثود دي حاجات مفيده جدا في الهيدرولوجيكال ستادز، لوتس اوف داتا كميات داتا ضخمه جدا اقدر احللها، تديني الجيوفيزيكال داتا افكتد لو حصل اي تغيرات هيدروجيولوجيكال في البارامترز بتاعتها زي الهيدروليك كوندكتيفيتي او غيرها بتاثر في الجيوفيزيكال داتا. لكن الجيوفيزيكال ميثود كون بي امبيجوس امبيجوس يعني تديني اكتر من حل، ودي طبيعي نون يونيكنس تديني اكتر من حلول، عشان كده يفضل لو عندك معلومات من بير عندك معلومات من جيوفيزيكال ميثود عندك معلومات هيدروجيولوجيكال انفورميشن ان انت تريديوس الامبيجيوتي دي او النون يونيكنس ده بمعلومات اخرى يعني. السكيل عندنا مش مشكله، ممكن تقيس من الساتلايتس من الطيارات من درونز من المركبه مفيش مشكله، لكن السنسيتيفيتي هي مهمه، هل انهي تكنيك سنسيتيف لاي تغيرات، كان مهم تختار الابروبريت جيوفيزيكال ميثود او ميثودز لحل المشكله بتاعتك. التايم لابس از فيري امبورتنت، قياسات مع الزمن سواء تو مونيتور كميه الميه اللي بتنزل مع الانفلتريشن او لحركه سيوت انتروجن، انك تقيس مثلا بعد شهر بعد سنه بتقيس التغيرات بتكون عامله ازاي.
انا كده خلصت المحاضره بتاعتي. بشكركم دي بعض الريفرنسز بحب ريكومنديشن. في 3 كتب ممكن يفيدكم: حاجه كتاب اسمه هيدروجيوفيزكس، في كتاب اسمه ابلايد هيدروجيوفيزكس، وفي كتاب اسمه جراوند ووتر جيوفيزكس ا تول فور هيدروجيولوجي. الكتب دي ممكن تكون مفيده جدا از ريفرنسز. برضو حبيت اروح على ويكيبيديا، في دي لينك الويكيبيديا. الكيس ستاديز او الكيس هيستوريز انا شرحتها كلها موجوده في الابحاث بتاعتي، هتلاقيها على الريسيرش جيت. لو ما لقيتهاش ممكن تكونتاكت مي وابعتها لك كلها ببلش. الكيس ستاديز انا اتكلمت عنها النهارده. بشكركم لحسن استماعكم، وبشكر